دي السمكة دي اسمها ايه؟ اسمها ياسمين يا باشا. اسمها ياسمين. بكام دي؟ يا عم 80. 80 ودي اسمها ايه؟ ده شعور حر. شعور حر. شعور حر. الصلاة على النبي. بكام الشعور الحر؟ الشعور الحر ده عامل 150 جنيه و80 جنيه بس. 150 بيتباع ب 80 جنيه هنا عشان جملة. جملة شعور حر اه. وده مخرونة. سويس سويسي عامل 110. 110. مخرونة بلد سويسي. مخرونة بلد سويسي. ده مرجان. ده مرجان. صرع اسمه صرع في السويس. صرع في السويس. بكام ده؟ ده عامل 100. ده عامل 100 جنيه وده؟ لا اسمه حشايش. ده حشايش ده 50 جنيه يا جماعة. ده وده مش حكري. طب وده دي تونة. تونة دي تونة 60 جنيه تونة كيلو. وتنظيف بكام؟ تنظيف بخمسة جنيه. بخمسة جنيه بس تنظيف. وده بكام؟ والمبروكة دي عاملة 50. المبروكة دي نيلي واحد. 50 جنيه نيلي بكام؟ 50 جنيه. 50 والتنظيف ب 50. 5 جنيه بس. 5 جنيه. طيب اسم حضرتك؟ محمد دكتور. محمد دكتور. تركم دكتور. دكتور قدام 59. اه اسمح النمره التليفون حضرتك 012 012 2 4 4 9 7 9 7 9 9 5 9 5 9. شكرا. نعم. كرمالي كرمالي ده 220. 220 وده ايه ده؟ ده بربوني. بكام؟ بمين؟ ده صغير. وده بكام؟ ده كيلو ربع مية. كام؟ كيلو ربع مية. ده ايه نوع اسمه ايه ده؟ مكرونة؟ مكرونة. وده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده بكام ده؟ ده شعور. ده شعور بكام؟ ده 280. 280؟ شعور حر. طب وده بكام؟ ده؟ اه ده عامل 220. كان السعر هنا. ايه؟ ده بيتفضل ازاي ده ولا بتعمل ازاي؟ نفس الكلام اهو. بتقشر بتشري الجلده بتاعتك اهو، بتشري الجلده دي، بتشري الدماغ وبتنضف من جوه. بتسلي ولا ولا بتشوي؟ ده ما بتشويش، ده اما بتهدي في الشوربه يا اما بتعمل طواجن يا اما في المقلي. ايوه. هو ده وده بربون. ده بكام ده؟ ده بربون بلدي. ده عامل 110. 110. وده بكام؟ الورد ده عامل 160. 160. الحمام ده عامل 150. طب ده 150 ده؟ اه. ده حمام. بص كده تعمل. تشيل الجلده بتاعته وتشيل البق وتفتح البق. بس. بس. كأنك ده بتاكل جمبري بالظبط. ده واحد ده ولا نهر؟ كل ده بحر. كل ده بحر. مفيش حاجه ولا مزارع ولا عندي حاجه مستورده. ده بحر عادي. مين اطعم حاجه هنا لو سمحت؟ اطعم حاجه. كل هنا ده طعم، اي حاجه بتاعت البحر طعم. طب وايه ده اللي هنا ده؟ عندي سيلي عموبا. سيلي. سيلي. بكام سيلي؟ سيلي دي عامله 180. 180. ودي انا حاسس دي اول مره اشوفها في حياتي. دي جميله قوي. وطب وايه ده؟ ده دي بطاط. بطاط. بكام دي؟ دي احسب لك 130. 130. اسمك ايه طيب؟ حمدي. انت تطلق نمره تليفونك؟ نمره تليفونك؟ ايوه. 010 010 30 30 44 80 79. كم؟ 73. 73 ماشي. تروح اي مكان صح؟ تروح اي مكان. ايوه اي مكان بنوصل اللي انت عايزه. طيب سعر الجمله يا جماعه بكام البولتي؟ 75 جنيه. ده وده هو برضه هو نفس الاسم. في اكبر من ده صح ولا غلطان؟ موجود بس مش موجود هنا لسه. مش موجود. انا ما لقيتش بولتي طول هناك. ما فيش بولتي هناك. ده ايه ده؟ مكرونه سويس. ده بكام ده؟ ده 100. وده الكوبري بكام الحيه دي؟ 120. 120. 120. هو مفيش بوت النهارده في اي حته كبير صح؟ اه هو هنا بس. ده اكبر حاجه في السوق تقريبا النهارده. ده ب 75 جنيه. ولو هيتنضف ايه؟ لو هيتنضف هنضيف ب 5 جنيه كيلو. طيب ماشي. طب تسيب نمره تليفونك؟ ايه؟ نمره تليفونك؟ اه 011 011 25 25 20 20 39 19 طيب ماشي. توصل في اي مكان صح؟ لا توصل عبور بس. يعني اي حد في عبور تتصل بيه او هيك السب حتى ولا عبور بس يجي ياخد الطلبات اللي هو عايزها. ماشي ماشي. شكرا يا استاذ. اسم حضرتك ايه؟ محمد يحيى. محمد يحيى. عندي محل رقم 51. ماشي شكرا. قلت ده قلت بلدي 65. 65 جنيه؟ آه. ارخص بلطي سمعته. اه ده بلدي ده. اه ده بتاع اسوان. ده بتاع اسوان البلطي. بتاع حر التواصل ده. كلمة تليفونك. 011 011 41 41 89 89 51 51 25 25. اسم حضرتك؟ هاني السماك. هاني السماك. ابو شغله. بتوصل لاي مكان؟ نعم. بتوصل لاي مكان لو حد طلب منك حاجة؟
بوصل اه بيوصل شغال في البولتي بس ولا شغال في حاجه ثانيه؟ شغال في البولتي وشغال في المكرونه. شغال في البولتي وشغال في المرجان والمكرونه والمرجان. لو حد طلب لك اي حاجه انت مش شغال فيها دايس ماشي بسعر الجمله يا جماعه عنده ارخص بولتي سمعته لحد دلوقتي. لا بولتي بتاع اسوان. البولتي بتاع اسوان بتاع بحيره ناصر. بتاع بحيره ناصر ماشي. شكرا يا استاذ. السلام عليكم. دوت بوري صح؟ ده بوري مش كبار. اه ابو بوز عاوز ده معروف البوري. ده بوري بكام بوري؟ البوري ده ب 130. ده 130 اه. في بار بعد في بار كام؟ دي مكرونه عادي دي بعد 120. 120 دي مكرونه سويس. سويس دي 110. ده 110 وده بولت شباب. ده بولت شباب اه ب 55. 55 كل ما بيكبر كل ما سعره بيزيد. كل ما بيكبر كل ما سعره بيزيد بيوصل 80 90 جنيه الكيلو. طيب بتوصل في اي مكان؟ طب كام اسمك ايه؟ ايمن السمان. عند اسمك ايه؟ ايمن السمان. ايمن السمان في عنبر واحد قدام الحاج حشمت سيد فهمي. اسم نمره تليفونك 011 50 7 40 159. ماشي شكرا. صباح بكام السمكه الحمراء دي؟ ده 600 جنيه الكيلو. ب 600؟ ماشي. نعم يا باشا. بكام؟ 320. 320؟ 250. وده 250. ايه الفرق بين ده وده؟ ده سويسي وده دمياط. ده من دمياط ده من سويس. طيب ماشي شكرا. بكام المكرونه عند حضرتك؟ 110. وده بكام البوري؟ البوري حسب حجمه. احكاماتك دي بكام مثلا حاجة ده؟ دم بطرك. دم بطرك بكام؟ 160. 160 واللي جنبيه؟ زي. كام؟ 160. وده؟ 140. 140. بس البطرك ده صح؟ ده بوري. ايوه. ماشي. يلا. ده بكام البطي ده؟ كام؟ 75. الله يخليك، 75؟ طب وده ده بوري صح؟ طب بكام بوري؟ 140. ده من بطرك ولا مش من بطرك؟ من بطرك. طب وده بكام ده؟ تعبير. بكام؟ 70. وده ايه ده؟ براميتا. انا بكام؟ براميتا. بكام دي؟ بكام يا حبيبي؟ ب 90 جنيه. عرض الاسعار رخيصه بصراحه. هو ايه اللي بتحط ده؟ صبيت. تصوير بكام الصبيت ده؟ 350 جنيه الصبيت. ده قلت ماكريل صح؟ ده ماكريل اه. وده؟ ماكريل بقى. ماكريل ده نوع وده نوع. في حمامات واحدة. بكام التعبين البلدي؟ 80. 80 والتونة؟ سويسي. والتونة؟ التونة ب 80. وده بور ولا بياض ولا؟ بكام؟ 150. في البيت كده بيشيلوا العظم. يشيلوا العظم يعني لازم يحطوه في الميه عشان يشيلوا العظم. يشيلوا العظم ينضفوه كده. اه. الاستاذ اسم حضرتك؟ عربي. عربي. اول عنبر واحد صح؟ اه. عنبر ثلاثة ولا واحد ده؟ ده واحد. واحد. عربي. انت ماسك سمك هنا ولا؟ اهو. سمك عربي. امسك عربية يا عم. سيبنا كلنا نمسك عربية. هنزل دينا بالمنشق العربي. ها السمكة اسمها ايه؟ دي النوبة. دي بتاعت اسوان سمك.